بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية محمد الحضرمي في كلمة اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في العالم، ويسعى إلى تحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة من خلال دعم ميليشياته التخريبية بالسلاح والمال. وحمل مجلس الأمن مسؤولية إلزام الميليشيات الحوثية الانسحاب من الحديدة، مؤكدا أن الحل يكمن في إلزام الميليشيا بتنفيذ الاتفاقات الأممية. وفيما يتعلق بتمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي، عرض وزير الخارجية محمد الحضرمي التجاوزات التي أقدمت عليها الإمارات وما خلفه ذلك من انعكاسات على المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد انقلاب الحوثيين، وقال إن الإمارات دعمت ما يسمى بالمجلس الانتقالي ماليا وعسكريا ولوجستيا للتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن بهدف فرض خياراته بقوة السلاح في استهداف للشرعية الدستورية والهوية اليمنية. وأشار إلى تعرض قوات الجيش في عدن وأبيل لضربات عسكرية مباشرة وخارجة عن القانون الدولي من الطيران الإماراتي، وقال إنها شكلت ضربة قاسية في جسد الوطن وانحرافا صريحا عن الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. نفى وزير الإعلام معمر الإيرياني صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاءات بين قيادات في الحكومة وميليشيا الحوثي في العاصمة العمانية مسقط. وأوضح الوزير الإيرياني في تغريدات على تويتر أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة وميليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، وكانت مشاورات السويد آخرها. بعث الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي برقية تهنئة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني السيد شي جين بينغ بمناسبة العيد الوطني 70 لجمهورية الصين الشعبية. وعبر الأمين العام عن تهاني قيادة وقواعد حزب الإصلاح للحزب وللشعب الصيني بهذه المناسبة، وأشاد بما حققته الصين من نهوض شامل، مشيدا بالعلاقات بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، معبرا عن تقديره لموقف الصين الداعم للحكومة الشرعية وما تقدمه من دعم لليمن. كما بعث برسالة تهنئة مماثلة إلى السفير الصيني لدى اليمن السيد كانغ يونغ، مثمنا جهوده من أجل ترسيخ العلاقة بين البلدين وكذا بين الحزبين. أعلن تحالف دعم الشرعية عن رصد إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا من محافظة صنعاء ليسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة. وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي الملكي في بيان أن الميليشيات الحوثية استخدمت المناطق المدنية في صنعاء لإطلاق الصاروخ، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدبير قدرات الميليشيات الحوثية لحماية المدنيين بالداخل اليمني وحماية الأمن الإقليمي والدولي. أصيب 15 مدنيا بجروح، 7 منهم حالتهم خطرة، جرى قصف شنته الميليشيات الحوثية في مديرية التحيتة جنوب الحديدة. واستهدف القصف الحوثي الأحياء السكنية في مدينة التحيتة، كما استهدف القصف سوق الطول الشعبي الواقع على الخط الأسفلتي غربي المديرية. ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف شحنة من النواظير الليلية كانت في طريقها إلى الحوثيين. وقال مصدر عسكري أنه تم إيقاف شاحنة على متنها 3000 ناظور ليلي أمريكية الصنع. وأوضح المصدر أن الشاحنة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء. نظمت المنطقة العسكرية 5 حفل توديع للواء السوداني 4 حزم واستقبال البديل عن اللواء 6 حزم المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في اليمن. وفي حفل التوديع والاستقبال شهد قائد المنطقة العسكرية 5 اللواء ركن يحيى صلاح بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش السوداني في اليمن ودعم جهود التصدي للمشروع الإيراني. وتخلل الحفل تسليم الهدايا الرمزية والدروع التكريمية للقادة والجنود المغادرين. نهاية الموجز، في أمان الله.